الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وعد العقود الكوف كيف قفا، وبالعقود فدع معا كثير له يثري، وبصر ثلاث غالبون له ولم يعد لهم كلا نذير على نذر على نذري. اللغة يعني في كلا يصح أن تقرأ بوجهين، أن يقال كلا نذير على أساس أنه ورد في موضعين، ويصح كلا نذير. إذا قلنا كلا تكون التفعيلة في البيت تامة مفاعيل، لكن إذا قلنا كلا فتصير التفعيلة فيها زحاف، فتصير مفاعل بدل ما هي مفاعيل تصير مفاعيل. وتمام الوزن أولى ما دام يحتمل البيت، فتصير كلا أولى من كلا. واصل. اللغة. يقول الشيخ القاضي رحمه الله: قف الشيء تبع أثره، ويقال أثر الرجل صار ذا ثراء أي كثر ماله على نذر. قال بفتح النون وسكون الذال: مصدر من نذر الشيء ونذر به كفرح علمه. المعنى: بيّن أن عدد آي هذه السورة عند الكوفي 120 كما دل على ذلك الكاف والقاف، وسيأتي في عد البصري 123، فتعين للباقين وهم المدنيان والمكي والشامي 122 عملا بقاعدة ما قبل أخرى الذكر. ثم بيّن المختلف فيه وجملته ثلاث: أوفوا بالعقود، ويعفو عن كثير، يسقطهما الكوفي ويعدهما غيره. وانفرد البصري بعد غالبون، ولذا كانت عند البصري وانفرد البصري بعد غالبون ولذا كانت عند البصري 123 كما سبق. وقوله يثري يشير به إلى أن الكوفي يكتفي بما عده عن عدد هاتين الآيتين. وقوله ولم يعد لهم إلى آخره شروع في بيان مشبه الفواصل المطروق للكل، وهو قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، في كلا الموضعين. وجه من أسقط بالعقود عدم المساواة، ووجه من عدها المشاكلة وتمام الكلام، ووجه من أسقط عن كثير ما يترتب على عدها من قصر ما بعدها. ووجه من عدها المشاكلة وتمام الكلام، ووجه من عد غالبون المشاكلة، ووجه تركه قصر ما بعده. وجه تركه طيب. ووجه تركه قصر ما بعده. قصر. نعم. قصر ما بعده. نعم. البيت واضح، ما في إشكال في هذا. ذكر أولا جملة أعداد هذه السورة، وذكر الكوفي 120 آية، ثم ذكر الخلاف للكوفي، وهو يتفرد بترك موضعين يعده جميع العادين عداه، ثم خلى يعني عقب ذلك بذكر البصري، وقال أن البصري يعد السورة ثلاث، يعني يصير 123، لأن يعني الأول قال 120 فقال 3 للبصري يعني 123. يبقى عد الباقين كم على قاعدة ما قبل أخرى الذكر؟ 122، وهذه منسجمة مع الأمر. ولذلك ذكر أن غالبون معدودة للبصري. ما يحتاج جدول للتأكد من عدد آيات السورة، ليش؟ واضحة. يعني أنت بتلاحظ معايا الكوفي أنقص ثلاث آيات، أنقص بالعقود وعن كثير وغالبون، كلا الثلاث لم يعدها، إذن سيكون ناقص عنهم بثلاث آيات، جميعهم زادوا عليه هذه الثلاث، جميعهم زادوا ثنتين، والبصري زاد الثلاث لأنه هو الذي تفرد بعد الثالثة، فيصير البصري 123 لأنه عد بالعقود وعد عن كثير وعد فغالبون،
والآخرين عدا الكوفي 122 لأنهم عدوا بالعقود وعن كثير، والكوفي 120 لأنه لم يعد ولا واحدة منهم. فجملة آيات المتفق على عدها في هذه السورة هي 120 اللي هي للكوفي، لأن الكوفي ما عنده خلاف في السورة، يصير هو جملة. فكل ما عده الكوفي في هذه السورة كلهم عدوه اتفاقا، وبعدين اختلفوا هم البقية في الزيادة والنقص كما هو واضح. نعم واصل. قال الإمام الشاطبي: وآياتها منها طوال كحرمت، ويا أيها فاصدق في الأشكال في الحصر، بالنقل في الأشكال، في الأشكال في الحصر، وفي على الكافرين أسقط جميعا مكلا، على الكافرين أسقط، على الكافرين أسقط جميعا مكلبي نا يبغون جب مكلي مكلبي مكلبي نا يبغون جبارين مع آخرين مع آخرين أمري. جميل، لا بأس. هو الفصحاء الذين يردون الآن الأصل كانوا يقوموا يقرأوا، أنا اخترته عشوائيا، ولذلك كونه استجاب وقام جزاه الله خير. لا شك أنه سيقع في بعض الأشياء، فخففوا على أخيكم، دعوني أتفهم معه. جزاكم الله خير. واصل الشيخ. اللغة، يقول الإمام القاضي رحمه الله: الأشكال جمع شكل، وهو المثل والنظير، والحصر الجمع، وأمري أمر من مري الناقة إذا مسح ضرعها ليستخرج ما فيه من اللبن، من مرى، من مرى الناقة، من مرى الناقة إذا مسح ضرعها ليستخرج ما فيه من اللبن، وهو مجاز عن استقصاء الصورة، مجاز، وهو مجاز عن استقصاء الصورة وتتبع المعدود منها والمتروك. المعنى: شرع في بيان ما وقع في السورة من الآيات الطوال، ونبه على أنه وقع في آيات السورة آيات طوال وأخرى قصار عنها، فيقول: إن بعض آيات السورة طويل عن نظيره، كآية حرمت عليكم الميتة الآية، فإنها آية طويلة آخرها رحيم، وليس في أثنائها فاصلة، فما وقع في أثنائها مما يشبه الفواصل متروك إجماعا. ولعل هذا هو السر في التنبيه على طوال الآيات بين المشبه المتروك، المشبه المتروك، المشبه المتروك. يقصد أنه إنما ينبه على أن هذه الآية طويلة في السورة على أساس يقول لك كل ما جاء مما يشبه الفاصلة فيها فهو متروك، فيسميه المشبه المتروك، يعني المشبه للفواصل وليس معدودا. هذا السر في أنه رضوان الله عليه متفرد في هذه القضية كما أخبرتكم سابقا، ما يذكرها أحد، لا ناثرين ولا ناظمين، ما أحد كان ينبه على الآيات الطويلة عداه رضوان الله عليه. وهذا منه حكمة، فأنه قد يأتي بعض الأحيان فواصل في السورة في الآية يظن أنها فاصلة، هو يقول لك لا، هي بدايتها كذا ونهايتها كذا وهي طويلة. طبعا سورة المائدة كما تعرفون كثير جدا، كثير من آياتها طويلة، كثير من آياتها طويلة، وهو أطلق في أول الأبيات قوله: وآياتها منها طوال كحرمت، حرمت في أول السورة، حرمت عليكم ميتة والدم، طويلة. ثم قال: ويا أيها، يقصد وما كل ما بدئ، وكل ما بدئ في هذه السورة بيا أيها فإنه إيه؟ طويل. ليس كذلك، ولذلك نبه على أنه إمري، يعني انظر في السورة. ليه؟ لأن بعضها ليست طويلة، هي يا أيها هذه تكررت في حدود 18، أحسنت، قاربت، نعم، تكررت يا أيها في السورة، في سورة المائدة 18 مرة، فيها آيات طويلة وفيها آيات قصيرة. الآيات الطويلة مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية السادسة، هذه طويلة. أيضا مثلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، هذه طويلة، الآية 41. وأيضا مثلا القريبة إلى الطول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، اللي نبه عليها الشهادة. فالآيات في آيات قصيرة مثل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية السادسة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الموجودة في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين،
قسط شهداء لله. ليش؟ قالوا لأن النساء حقوق متعلقة بالآدميين، والمائدة من أول سورة إلى هذا الموضع حقوق متعلقة بالله، القبلة وعدم القبلة والصيد والمحرمات من المأكولات، كلها حقوق متعلقة بالله. الحقوق المتعلقة بالله فيها سعة، لأن الله غفور رحيم، رب اغفر لي وأنت صادق يتوب الله عليك. لذلك قال في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بما أمر، يعني شهداء بالقسط. لكن في النساء معظم الحقوق التي تقدمت حقوق آدمية، الوصية للأولاد بالميراث وتقسيم الميراث وحقوق الزوجين والتعامل بينهم وأشياء كثير، فذكر حقوق آدمية. حقوق الآدمية مبنية على الضيق والمشاحة. ليه؟ لأنه ما ينفع تأخذ من إنسان شيء يخصه ثم تقول اللهم اغفر لي، ما ينفع. تغتاب أخوك في مجلس ثم تقول اللهم اغفر لي، ما ينفع. هذه حقوق ما يعني الله سبحانه وتعالى دعوا هذين حتى يصطلحا. كيف هذا؟ حقوق آدمية، حقوق آدمية مبنية على الضيق. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، فقدم القسط اللي هو العدل في موضع الحقوق الآدمية على لفظ الجلالة قوامين لله. نعم، واصل. التنبيه على طوال الآيات بين المشبه المتروك، فنحو واخشون ودينا ليس معدودا اتفاقا، ومعنى ويا أيها أن من الآيات الطوال في السورة ما كان مبدوءا بيا أيها، مثل آية الوضوء فآخرها تشكرون، وآية الشهادة وآخرها لمن الآثمين، وآية الصيد وآخرها ذو انتقام، وآية يا أيها الرسول لا يحزنك وآخرها عظيم. وليس في أثناء هذه الآيات فاصلة، وإن كان فيها ما يشبه الفواصل، ولكنه ترك إجماعاً. وقوله فاصدق في الأشكال في الحصر، في الأشكال في الحصر، معناه إذا عرفت أن بعض آي هذه السورة طويل فاصدق النظر في جمع الأشباه بعضها مع بعض إلى بعض، وتمييز طوالها عن قصارها. وحسن ذلك التنبيه منه عقب قوله ويا أيها، لأنه قد يوهم أن كل ما بدأ بيا أيها في هذه السورة من الآيات الطويلة، وليس كذلك. فأشار بهذا إلى أن معظم ما بدأ بيا أيها من الآيات الطوال كما علمت، وإلا ففيه آيات بدأت بيا أيها وهي مساوية لأخواتها، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، إلى غير ذلك. فأمر بذلك لرفع هذا الوهم، وقوله على الكافرين إلى آخره تتميم لبيان المشبه المتروك، فأمر بعدم عد أعزة على الكافرين. وكذا جميعا حيث وقع في السورة، مثل أحيا الناس جميعا، وكذا مكلبين، وأيضا أفحكم جميعا، وردت في هذه السورة في 5 مواضع، وكل هذه 5 ليست معدودة. لفظ جميعا 5 مواضع، كل هذه المواضع ليست معدودة، اللي هي: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، فيها ومن في الأرض جميعا، الآية 17، وقوله فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، في الآية 32، فتصير 6 على كذا، وقوله يا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، الآية 36، وقوله ولأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه، إلى قوله إلى الله مرجعكم جميعا، في هذه الآية 48، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلى قوله إلى الله مرجعكم جميعا، أيضا الآية 105. ولذلك أطلق الإسقاط أسقط جميعا. نعم. وأيضا أفحكم الجاهلية يبغون، وأيضا إن فيها قوما جبارين، وكذلك لقوم آخرين. وقد زاد الإمام الداني على هذه الآيات 12 نقيبا، يعني ما يشبه الفواصل. أنا تكلمت معكم سابقا عنها، أنها أمر توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي، لأنه يقول هي تشبه الفاصلة وليست معدودة. قوله تشبه الفاصلة هذا من عندك أنت، أنت اللي بتقول إنها تشبه الفاصلة، ولذلك ممكن أنت تأتي بمواضع أنا لا أتي بها،
وعادي ما في إشكال. يعني ممكن واحد يقول إن في سورة المائدة 12 موضعا مما يشبه الفواصل، واحد يقول لا في 3 مواضع فقط، واحد يقول في 10، واحد يقول 12، عادي، وهذا موجود في كتب العد. وتنبهت لهذا المبحث، تنبهت لهذا المبحث في تحقيقي لكتاب حسن المدد، ولذلك كنت أذيله في ما يختص بهذا الكلام على هذه الفقرة، وكنت أقارن بينه وبين غيره، فأذكر أنه في المصدر الفلاني قال إنما يشبه الكذا 15 أنقص كذا وكذا أو زاد كذا وكذا، فهذا هو. ولذلك هنا نبه على أن الداني زاد، يعني إيش يريد يقول؟ يريد يقول الإمام الشاطبي التزم بنظم قصيدة الداني، ولكنني لم أسري إلا مظاهرا لجمع ابن عمار وجمع أبي عمري. فإذا كان هو قد قال ذلك بأنه سيمشي مع اختيار أبي عمرو، أبو عمرو زاد عدد المواضع، فنقول أن هذا موضع اجتهادي، ربما لا يأتي له أن يقول إن هذا الموضع لا يرى أنه يشبه، لأنه مثلا نقيبة بالألف، وغالبية السورة مبنية على حرف المد أو ما قبل الأخير حرف المد، فلم يأتي بها، لم يرى أنها مما يشبه الفواصل، لأن السورة ليست مبنية على الألف، أو ليست غالبية الآيات فيها مبنية على الألف، فلم يرى أن هذا يشبه الفواصل. و ها؟ نعم، ربما نقول فلماذا أتى بجميع، ربما لتكررها أكثر من مرة، والاحتمال أن تكون في بعض المواضع أيضا كذلك، لكن السورة نفسها هل يوجد فيها فاصلة معدودة بالألف؟ لا. ولذلك إذا أسقط لا يلام، وإذا قال فهو الأحسن والأوفى والأكمل، يعني كل من حصر كان أحسن، وكل من استوعب وجمع أكثر الأقوال يكون أفضل. أكثر من رأيته يعتني بحصر ما يشبه الفاصلة وليس معدودا الإمام الجعبري في حسن المدد، فإنه يذكر يعني يكاد يكون في جميع السور حصره أكثر من حصر غيره، ولذلك هو يعني يكاد يكون الأكثر حصرا واصل. وقد زاد الإمام الداني على هذه الآيات 12 نقيبة وعليهم الأوليان، ولعل في قول الناظم إمري إشارة إلى أن هناك أشياء غير ما ذكره تشبه الفواصل وهي متروكة، فأمر بتتبعها واستقصائها، والله أعلم. تتمة، يتفق الحمصي مع الدمشقي في آيات هذه السورة عدًا وتركًا، والله أعلم. أحسنت. سورة الأنعام، والأنعام في الكوفي. لا، انقل. نعم. بالنقل، والأنعام. والأنعام في الكوفي، في الكوفي سنى هدى، سنى هدي قصده، وصدر زكى، والنور فاعدد عن الصدر، والنور فاعدد عن الصدر، وكيل لكوف أولا فيكون مستقيم أخيرا دعهما عنه في الحشر. اللغة، يقال سنى البرق إذا أضاء، والهدر مصدر بمعنى الهدى، وزكى أي زاد، والحشر الجمع. المعنى، أخبر الناظم أن عددها 165 عند الكوفي، كما دل على ذلك السين والهاء والقاف، وأنها في عدد الصدر وهم المدنيان والمكي 167، فتعين أن تكون للباقين 166 عملا بقاعدة ما قبل أخرى الذكر. من أين أخذنا أن للكوفيين 7؟ من أين أخذنا أن للحجازيين 7؟ لفظ واحد في الأبيات يعلمنا أن الكوفيون عدوها 7، ما هو؟ زكى. إزاي بكم؟ هوز. 7. أبجد 4، الألف والباء والجيم والدال، إلها 5، الواو 6، إزاي 7؟ ولذلك هل يحتاج أن يقول لنا 167 و7، يعني 167، ولا يكفي يقول 7؟ يكفي. ليه؟ لأنك حتبني على الرقم الكامل اللي ذكره قبل، سنة هدي وقصده، خلاص ما دام قال لك سنة هدي وقصده، السين بكم؟ من سعفس 60، لأن كلما النون 50، سعفس 60، هدي الهاء بكم؟ أبجدها 5،
القاف قصده سعفسقا مين؟ ممتاز. فلما يجيب الرقم الكامل ويجيب لك رقم واحد أنت تضيفه، ثم قال أين بقية العادين؟ هو الآن لم يذكر إلا الكوفي والحجازيون، من باقي؟ باقي البصري والشامي قبل آخر الذكر، نفس القاعدة السابقة. إذا كان الأخير 67 إذن هم كم؟ 66. إذا بقية علماء العدد يعدوها 166 آية. ثم بدأ في ذكر الخلاف، وأنت ترى سهولة النظم، يعني ما في ذاك العسر ولا المشقة إذا نوى الإنسان على حفظه الأمر. ما ذكر أن النور معدود عن الصدر، الصدر اللي هم مين؟ الحجازيون كما أخبرناكم، المدنيان والمكي. وكيل لكوف أولا، قيد لوكيل لأنها تكررت في السورة أكثر من موضع، فقال الموضع الأول عده الكوفي فقط فيكون ومستقيم متروكان له، متروكان له ومعدودان عند غيره. نعم. أين؟ فيكون مستقيم، لا ما في واو بين اللفظين، لا لا واو. وكيل لكوف أولا فيكون مستقيم. نعم واصل. وقوله سنى هدي قصده مدح لهذا العدد بالاستقامة والظهور حتى كان هديه نورا أضاء، ثم بين المختلف فيه، فأفاد أن قوله تعالى وجعل الظلمات والنور الحجازي ويعده الحجازي ويتركه غيرهم، وأن قوله تعالى قل لست عليكم بوكيل يعده الكوفي وحده، وقيد وكيل بالأول احترازا عن غيره المعدود بالإجماع، وهو وما أنت عليهم بوكيل، قيد وكيل بالأول. أو قوله تعالى ويوم يقول لا مش أو مش أو ما في همزة و يعني خلاص انتهى الكلام، الآن كلام جديد الواو سينافية بداية جملة، لا خطأ احذف الهمزة لأنه حيبدأ الآن قضية الأمر الآخر الذي بعد هذه. نعم واصل. وقوله تعالى ويوم يقول كن فيكون، وقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم يتركهما الكوفي ويعدهما غيره، وقيد مستقيم بأخيرا احترازا عن ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. وهديناهم إلى صراط مستقيم المعدودين بالإجماع، المعدودين بالإجماع. وفي الحشر معناه في جمع الآيات عند الكوفي ووجه من عد النور لا لا يعني الحشر يقصد أنه قال في جمع الآيات عند الكوفي، يعني الحشر الجمع وليس الحشر يوم الحشر. نعم خلاص انتهى. نعم لا واصل. وجه من عد النور بالمشاكلة لفواصل المشاكلة الصورة. المشاكلة لفواصل الصورة. ووجه من لم يعدها عدم المساواة لما بعدها وعدم استقلالها عنه. ووجه عد وكيل الأول المشاكلة والاتفاق على عد نظائره. ووجه تركه عدم الموازنة لما قبله وما بعده وقصر الآية بعده. ووجه تركه عدم الموازنة لما قبله وما بعده وقصر الآية التي بعده. ووجه عد فيكون الإجماع على عد نظيره. قصر يعني الوجه القصر. أعد من ووجه تركه عدم الموازنة لما قبله وما بعده. ووجه تركه عدم الموازنة لما قبله وما بعده وقصر الآية التي بعده. وقصر الآية بعده. نعم خلاص واصل. ووجه تركه عدم الموازنة لما قبله وما بعده وقصر الآية. نعم. التي بعده. تكرار للجملة. تكرار للجملة. نعم واصل. ووجه عد فيكون الإجماع على عد نظيره مع وجود المشاكلة. ووجه من لم يعده عدم المساواة. ووجه عد مستقيم المشاكلة والإجماع على عد مثله. ووجه عدم عده شدة تعلقه بما بعده. أحسنت. تنبيه: يمكنك استخراج المتفق عليه في كل صورة بأن تنظر في المختلف فيه وتأخذ ما يعده واحد
ما يعده واحد من أهل العدد وتطرحه من أصل عدد السورة عنده، فيكون الباقي هو المتفق عليه بينهم. مثلا الكوفي هنا يعد السورة 165، وهو يعد واحدة من المختلف فيه، فإذا طرحت واحدة من 65 يكون الباقي 64 وهو المتفق عليه. نعم، هذا التنبيه الأصل أن يأتي في مقدمات للعلم، وتكلمت معكم سابقا أنهم كانوا يقولون المتفق عليه كذا ولا يعلمون كيف استطاعوا أن يخرجوا المتفق عليه. نعم، هذه جملة كما ترى مخباه وسط الفرش. الإنسان في العادة حينما يبحث في العلم سيأتي إلى المقدمات يسردها ويقرأها، يحاول يستخرج فيه، لأنه يرى أن الفرش شرح ولا مكان لها هنا، لكن لعل الإمام ذكرها في هذا الموضع فكتبها، لم يكن يهتم بعدد الآيات المتفق عليه، عدد ما أجمعوا على عده من السور المختلف فيها إلا أحدهم فقط نسيت اسمه، البيان، كأن كتابه البيان مثل الداني، طبع يعني حقق في جامعة الملك سعود وطبع في مجمع الملك فهد. لا هي نفسها. لا، أنت كيف تخرج أولا المتفق عليه؟ كيف تخرجه؟ ستأخذ عدد المواضع المختلف فيها، كم؟ 3 مواضع ناقص إيش؟ ناقص عدد إجمالي آيات السورة له، نفس الكلام. الناتج حيخرج معاك المتفق عليه. المتفق عليه في السورة هذا حتضيف عليه الخلافات الموجودة لكل عاد، لابد أن يأتي العدد كما قيل لكل واحد. فإن اختل تعرف أن المسألة فيها خلل، أو الكتاب نفسه في خلل يحتاج إلى أن تعيد النظر فيما فعلت أولا، ثم تحاول أن تبحث عن حلول تأتيك. طبعا هذا من ألذ ما يمكن. يعني أنا أذكر حينما كنت أفعل ذلك في الكتب، يعني إيش النشوة التي تأتي في الجسم عندما تشوف الخلاف؟ ليه؟ لأنك تتحرك لمعرفة أين الخلل، هو الخلل في الإجمال ولا الخلل في الفرش. وحين تأخذ الكتب الثانية وتبدأ، ماذا قال الإمام الفلاني في إجمال هذه السورة لفلان كذا، وماذا قال لفلان كذا، وماذا قال لفلان، متفقين في الإجمال. إذن في يغلب الظن أن الإجمال سيكون هو الصحيح، ويكون الاختلال فين؟ في الفرش، يكون أسقط أحد العادين اللي له الاختلال، إما أسقط الترك أو أسقط العدل له. فتبدأ تأخذ برضو الجدول وتقارن بهذا بهذا حتى تنجلي لك المسألة. إيش يعني سبحان الله الذي يشعر به العلوم، لا تؤخذ إلا بالرغبة والشغف. تريد تبرع في علم، لابد يكون عندك الدافع القوي جدا، مو تجيك أول قضية إشكال تقول أوه هذا صعب، إذن اتركه خلينا نشوف لنا حاجة سهلة، اتركه وشوف لك حاجة سهلة وخلاص وانتهى. لكن لو في عندك رغبة وشغف أبدا ما تترك، والله تلتذ بمسألة لما تجيك مسألة شديدة وعويصة تقف عندها تفكر كثيرا، يعني تريد تحلها، لأنه لابد قطعا لها حل. ما هو الحل؟ هذا هو الذي يتبارى فيه الله، وفي ذلك فليتسابق تنافس المتنافسون، تحقيق العلوم استخراجها وبيان مدلولاتها وكذا، هذا هو الذي يميز هذا الإنسان العاقل الذي ميزه الله بالعلم وميزه الله بمعرفته وميزه الله، والمسلم خاصة ميزه الله بالإسلام، هذا الذي يدفعه إلى أن يفهم ويصطبر على العلم ويصبر نفسه عليه كثيرا كثيرا. كل واحد مننا يا إخوتي له شيء يمتاز به عن غيره من البشر، تيقن من هذا يقينا، كل واحد منا له شيء يمتاز به. المشكلة هي أين؟ المشكلة هي كيف أعرف أنا مميز في ماذا؟ فمن شاء الله توفيقه دله، فإذا وجد العلم الفلاني قال أوه هذا هو الذي أنا يعجبني، هذا الذي أستريح معه، هذا الذي يعني أحس أنه، ولذلك يبدع فيه لأنه سيقرأه بلذة، ما يقرأه كمنهج يجب عليه أن يختبر فيه ولا أبدا، هو يقرأ ويستزيد. ولذلك تراه كل ما سمع بكتاب في فنه هذا يأخذه ويقرأ قراءة نقدية كما تسمى، يعني قراءة بحث ومساءلة، مش قراءة
إجابات يريد يجيب على الأسئلة وانتهى الموضوع، لا، كل واحد منكم مميز، فلا يتعبن الإنسان نفسه في تخصص هو لا يرى نفسه منقادة إليه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى هيئه لشيء وجب عليه أن يبحث عن ذلك الشيء. ولذلك لماذا نحن ننصح المبتدئ في العلم بأن يقرأ جميع العلوم عند جميع المشايخ وينوع المشايخ؟ لاحتمال أن يجد بغيته وما يناسبه وما يلائمه في أحد هذه العلوم التي يقرأها عند المشايخ. فإذا كبر الإنسان قلنا له تخصص الآن، لأنه ما عاد فيه ذاك يعني الأولين كان عندهم الموسوعيات، علم موسوعي، السيوطي، ابن تيمية، غيرهم موسوعات، يعني يتكلم في كل شيء ويتكلم تكلم فاهم. الآن أصبح يعني مع فساد القلوب، أنا أتكلم عن نفسي يعني، وسوء الأعمال، نسأل الله مع العفو والمغفرة، يعني خلاص ما في ذاك البركة لا في الوقت ولا فيما يتعلم نفسه، فيحتاج أن يقصر نفسه على شيء يخدم به أمته ويخدم به دينه. وهذا كل واحد منكم له شيء يميزه، ما هو؟ أنت الذي تبحث عنه، لن يستخرجه أحد غيرك. طيب نعم ماصر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: مع البون طين يسمعون ومنذرين تدعون دع مع قد هداني ولا يثري يثري ولا يثري شفيع حميم مع أليم يليهما وهارون الأخرى تعلمون فخذ إصري. قال الشيخ القاضي رحمه الله: اللغة يثري مضارع من أثر القوم كثر عددهم، والإصر العهد. المعنى: هذا بيان لما يشبه الفاصلة، وهو متروك إجماعاً، وهو قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون، وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين، وقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، وقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وقوله: بل إياه تدعون، وقوله: وقد هدان. نعم، هذا ذكره أنه يشبه الفواصل. طيب يشبه الفواصل حيكون معدود ولا غير معدود؟ ليس معدود. طيب ليش ما قال ليس معدود حتى يبين المسألة؟ لأنه قال لك يشبه الفواصل. كلمة يشبه ستعطيك أنه غير معدود، لأنه يشبهها، ليس هو، ليس هي، يعني هذه المواضع ليست معدودة، لأنه قال هو يشبهها فقط وليس منها، لأنه لو كان منها ما احتاج أن يذكره ويقول أنه يشبهها. ليه؟ لأنه هو هي معدودة وهو معدود، فيقول مشبه الفاصلة، فما يحتاج يقول وليس معدودا. ولذلك بعض الأئمة لم يكونوا يذكروها، لا أذكر ممن كان يكمل الجملة إلا الداني اللي كان يقول مشبه الفاصلة وليس معدودا بإجماع، هو قريب من هذه الجملة. أما الجعبري مثلا كان يقول ومشبه وفيها مما يشبه الفواصل كذا، ثم يقول وعكسه كذا. يعني إيش عكسه؟ إيش؟ لا ايوه اعكس الثنتين، ما تعكس واحده. ما هو احنا قلنا الخلل عند الشيخ عبد الرازق موسى والشيخ المخللاتي في مثل هذه المساله انهم عكسوا جزء من الجمله، فقالوا مشبه الفاصله المتروك، ثم قالوا مشبه الفاصله المعدود. لا، مش مشبه الفاصله، ما لا يشبه الفاصله المتروك. فهم لما اخذوا عباره الجعبري وعكسه، هذا يدلك على ان الجعبري أتعب من بعده فعلا. يعني أنت لو تأخذ العبارة هذه هي خطأ عند الإمام عبد الرازق موسى، إبراهيم عبد الرازق موسى، وخطأ عند الإمام المخللاتي، لأنهم كانوا يعبرون بعكسه. إيه؟ يقولوا ما يشبه الفاصلة المعدود ما يشبه الفاصلة المتروك. لا، خطأ. ما يشبه الفاصلة المتروك صح، ما يشبه الفاصلة المعدود خطأ، لأنه ما لا يشبه الفاصلة المتروك، هذا المقصود. فهم أخذوا عكسوا جزء من الجملة ولم يعكسوا الجملة كاملة. تمام؟ طيب فين الأقلام؟ أيوة نعم، أيوة بالضبط. ففي يعني الخلل يأتي من هذه، سهلة.
ها لا ما يأتي هذا ما يأتي. فممكن تقول وجه من عدها من وجه من ربما يكون قد عدها ممكن، لكن هو لا يأتي في مشبه الفواصل لا يصح التوجيه. ليه؟ لأنه توجه لماذا اخترتها ممكن تقول وإنما اخترتها لأنها تمام الكلام عندها ويحسن الوقوف عليها نعم، لكن تقول وجه من عد وجه من ترك ما في أحد عد حتى تقول خطأ. أحسنت. لعله خطأ نعم خطأ. طيب لاحظ معي نشرح مسألة الفواصل وما يشبه الفواصل يا إخوة، بعدتموها كثيرا. طيب الذي يذكروه أكثر أئمة علم العدد في كتبهم هو ما يشبه الفاصلة وهو غير معدود. هذه العبارة كاملة لم يذكرها بهذا الكمال كما أخبرتكم إلا الإمام الداني. الجعبري كان يقول مشبه الفاصلة وفيها مما يشبه الفاصلة، ثم يقول كذا 13 موضعاً 12 موضعاً. مشبه الفاصلة يعني وهو غير معدود، لأنه أنا قلت لكم مشبه الفاصلة كلمة مشبه هي تعطيني الباقي تمام. الاختلال اللي عمله للمتأخرين الجعبري هذه القضية الثانية اللي يعمل فيها اختلال. القضية الأولى لما قسم العلم إلى توقيفي وقياسي، والقياسي هو هذا مشبه الفاصلة، هذا هو اللي غير معدود، هو هذا الذي يقصده بالقياسي، لأنه قال إلحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه لقرينة. يعني كيف؟ يعني تقول يحتمل أن نعد هذا لكذا، هذا هو القياسي، هو كذا حتى لما قال والقياسي، قال والقياسي هو إلحاق ما لم يعد ما لم ينص، ذكر ينص بما نص عليه لوجه أو لشبه أو لمماثلة. هو هذه الجملة هي التامة مشبه الفاصلة وهو غير معدود، هذه قلت لكم الداني كان يذكرها. الداني لم يذكر الثاني. ما هو الثاني مما نحتاج أن نعرفه؟ هو ما لا يشبه الفاصلة وهو معدود، صح ولا لا؟ أيوة، لأنه يشبه أن يكون فاصلة بس ما أحد عده، يعني دائبين في سورة إبراهيم مثلا ما هو معدود. طيب دائبين في العادة الياء حرف المد اللي بعده حرف في العادة يكون معدود صح ولا لا؟ هذا نحتاج إلى أن نعده. هذا هو الذي إيه؟ لا يشبه الفواصل يشبه هذا يشبه الفاصل وهو غير معدود. ما لا يشبه الفواصل مثل مثلا ظلوا في سورة طه، ومثل غشيهم في سورة طه، لأن السورة مبنية على الألف، معظم فواصل السورة مبنية على الألف وإن كان فيها خلاف للكوفي لأن كلا الفاصلتين عدهما الكوفي. هذه العبارة كاملة ما حد يهم فيها. الجعبري قال مشبه الفاصلة وفيها مما يشبه الفاصلة كذا كذا 13 موضعا، ثم يأتي للثانية ويقول وعكسه كذا بهذا اللفظ فقط، يقول وعكسه. يعني إيش عكسه؟ يعني اعكس الجملة كاملة. ما لا يشبه اعكس هذا تصير يشبه ما لا يشبه الفاصلة وهو غير معدود، اعكسها تصير إيه؟ وهو معدود. هذا العكس. المتأخرون ماذا قالوا؟ قالوا مشبه الفاصلة، هنا شوف خلينا في هنا، قالوا مشبه الفاصلة المتروك. هذا نص عبارة الشيخ المخللاتي والشيخ إبراهيم عبد الرازق موسى، صح صح مية مية كلام صح. المصيبة لما جاءوا في العكس إيش قالوا؟ قالوا عكسه هو مشبه كذا الفاصلة المعدود. خطأ. فين الخطأ؟ في القسم الأول، هم عكسوا القسم الثاني لكن لم يعكسوا القسم الأول. فالصحيح أن يقولوا ما لا يشبه. ارجع إلى كتبهم المطبوعة ستجدها، ارجع إلى كتب كتابي الشيخ إبراهيم عبد الرازق موسى ستجده نفس الكلام، ما يشبه الفاصلة المتروك ثم يقول ما يشبه الفاصلة المعدود. لا ما يأتي ما يأتي، أنت كذا عكست عبارة الجعبري لما قال اعكس. هو قال اعكس يعني الجملة كلها منطقيا، لما يقول لك تعكسها يعني كل ما كان موجب فيها اقلبه سالب وما كان سالب رده موجب. فهم فقط
قال أبو هذا غير معدود، قالوا معدود، لكن مشبه الفاصلة تركوه كما هو. ليه؟ لأن قال لك هو العنوان الرئيسي لهذا الموضوع مشبه الفاصلة، المعدود والغير المعدود. لا مش كذا، هذا نوع من الأنواع. ما هو إحنا قلنا الفواصل ستة أنواع، الفواصل ستة أنواع، ما يشبه الفاصلة وهو معدود، وما يشبه الفاصلة وهو متروك، وما يشبه الفاصلة وهو مختلف فيه، تمام؟ هذه ثلاثة. وما يشبه الفاصلة المتروك، وما لا يشبه الفاصلة وهو متروك، والمختلف فيه مما لا يشبه الفاصلة. كم قسم؟ اضحكوا أيها معناته مجيش هو سهل يعني. يعني إحنا لو جينا نشرح شرح أبسط من كذا والله حنطول لا حول ولا قوة، وهم جالسين يستعجلون. طيب يا أخي لاحظ معايا على أساس أجيب الستة الأنواع، هي سهلة تحتاج فقط إيه؟ ركز. ها أنا أذكر أني كتبت لكم هكذا، شوف أنت من أجل تستطيع تأتي بها من غير ما ترجع إلى أي ورقة. انظر الفاصلة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، يشبه الفاصلة، لا يشبه، يعني لا يشبه الفاصلة. ما يشبه الفاصلة ينقسم إلى قسمين، معدود متروك. القسم الثالث المختلف فيه، ما لا يشبه الفاصلة سينقسم نفس القضية إلى ثلاثة، معدود ومتروك ومختلف فيه. في العادة بعضهم لا يدخل المختلف فيه، لكن هم لما ينوعوها ويجيبوها، يعني أول من ذكر هذا التقسيم للفواصل الإمام عبد الله بن إسماعيل الأيوبي صاحب لوامع البدر من بعد الألف الهجرية. العلم أغفل فترة، وكان يأتي في رأس 300-400 سنة واحد كذا يبدأ يتكلم فيه، فهو قسم هذا التقسيم. شوف، ما يشبه الفاصلة وهو معدود، يعني يشبهها وهو معدود، هذا أغلب آيات السور، صح ولا لا؟ لأنه يشبه معدود خلاص. هذا هل نحتاج نذكره؟ أنا أسألكم، نحتاج نذكره؟ لا، ما يحتاج إلى ذكر. إلى يحتاج، لا يحتاج. لماذا؟ لأنه كل السور الأصل فيها أن تكون مشبهة ومعدودة. طيب، المتروك يشبه الفاصلة متروك، يعني يشبه أن يكون معدود لكنه غير معدود، نحتاج ننبه عليه؟ نحتاج ننبه عليه. إذن نحتاج التنبيه عليه. يشبه الفاصلة وهو متروك، نعم هو اجتهاد، لأنه يشبه أن يكون فاصلة بس ما هو فاصلة، هذا هو اللي احنا ندرسه. مشبه الفاصلة المتروك، هذا هو مشبه الفاصلة المتروك، أو مشبه الفاصلة وهو غير معدود، هذا هو، هذا هو. ولذلك هذا نحتاج أن نذكره، بل أكثرهم يذكره. ليه؟ حتى لا يلتبس عليك وتظن أن هذه فاصلة معدودة للجميع، فيقول لك لا انتبه. أن يذكرها، أحسنت. طيب نجي للثانية، قال ما لا يشبه الفاصلة وهو معدود، لا يشبهها وهو معدود، نحتاج نذكره؟ نحتاج نذكره. لماذا؟ إيش الاختلال؟ يقول لا يشبه الفاصلة بس معدود، الأئمة عدوه، لازم تقول لي إيش هو، لاحتمال أني أسقطه. ليه؟ لأنه لا يشبه بقية الفواصل، صح ولا لا؟ فلازم تنبهني، تقول لي انتبه، هذا صحيح ما يشبه الفاصل بس معدود للجميع، أو معدود باختلاف. طيب، ما لا يشبه الفواصل وهو متروك، لا يحتاج. ما كل القرآن كلمات لا تصح أن تكون فاصلة ولا تشبه الفواصل. الحمد من أول سورة الفاتحة باسم، عند من يعدها باسم يصلح تكون فاصلة؟ لا. ليه؟ لأنها لا تشبه الفواصل وما حد عدها. الله بسم الله طويلة هذه، صح ولا لا؟ معناته يحتاج، إذا جيت تبغى تذكر هذه تحتاج تذكر جميع كلمات القرآن، وهذا ما هو صحيح. ولذلك هذه لا نحتاج، لا نحتاج إلى ذكرها. لماذا؟ لأنه ما هو معظم ما في القرآن غير معدود، هو المعدود 6200 وشوية آيات لجميع العادين، متفقين على 6200 وبعدين مختلفين في الزيادة. إحنا الكوفيين كم؟ 6236، ممتاز، أحسنت يا شيخ، 6. والبقية العادين يلا يعني ما يرتفع، يتقدم الكوفي في الأكثر إلا الحمصي، والباقي تحت الحمص تحت الكوفي. هذه هي
جميع الفواصل. الإمامة، الإمام الجعبري قال ما يشبه الفاصلة المتروك، ما يشبه الفاصلة، ما قال المتروك، تمام؟ قال وعكسه، يعني إيش عكسه؟ يعني ما لا يشبه الفاصلة وهو معدود. المتأخرون قالوا مشبه الفاصلة المعدود، خطأ، المفروض يقول ما لا يشبه الفاصلة وهو معدود. أحسنت، نعم فهم قصدك صحيح، قسمها كما تشاء. أنا أقسمها كذا لأنها تنضبط في ذهني كذا وأستريح مع هذا التقسيم. ممكن تقسمها معدود غير معدود، معدود مشبه، معدود غير مشبه، ها؟ غير معدود مشبه، غير معدود لا يشبه، كيف ما شئت. يعني هي هذه مسألة تفرش المسألة، هذا أمر عائد إليك بأي طريقة أحببت، أنت الذي تأتي بها. طبعا هي ستكون ستة لأنه ثلاثة بثلاثة ستة. في الغالب هذا أنا أقول لا حاجة إليه أن تذكره. لماذا؟ لأنه علم العدد مبني على المواضع المختلف فيها. أي أقل كتاب في علم العدد لابد أن يذكر هذين الاثنين، أقل كتاب تستطيع أن تقول هذا كتاب في علم العدد لابد أن يذكر هذين المسألتين المختلف فيهما، فما يحتاج أن تدخلها بالجدول، أنت تدخلها فقط لمجرد الفهم. ها شيخ؟ ايوه ها، لما يقسموا يجي معاهم صح في الاصول. في الاصول لما يذكروه، مثلا الامام لما ذكر في الاصول، احنا شرحنا هذا الموضوع في الاصول التي ذكرها، حيذكرها صح. ليه؟ لانه حينقلها من الشيخ الايوبي، لانهم استفادوا من الايوبي 100 100، صاحب المخللات 100 100 استفاد من الايوبي. ليه؟ لوجود بعض الاخطاء التي كانت عند الايوبي ولا زالت عنده، فهو نقل منه أو استفاد منه. لما جاء في الفرش، لما جاء في التطبيق، نظروا إلى كلام الجعبري لما قال ما يشبه الفواصل وعكس ما يشبه الفواصل، فاختلط عليهم المسألة في أنهم عكسوا الجزء الثاني ولم يعكسوا الجزء الأول فقط. وكتبهم موجودة، يعني ممكن تعود إليها. الشيخ إبراهيم بن رزق موسى رضوان الله عليه من الأئمة في هذا العلم، وممن أحيى الله به هذا العلم نوعا ما، لكن يعني المتلقين عنه قليل أو لم يكونوا مهتمين، ما كان عندهم ذاك الشغف وذاك الرغبة في هذا العلم. ف ربما أنا أذكر أني أذكر أني في أول الطلب عانيت كثيرا، يعلم الله، في بعض المسائل عانيت معاناة شديدة شديدة ولم أجد أحدا يعين. كنت أسأل العلماء ممن أقرأون من شتى البلدان، أزهريين وغيرهم، فواحد منهم نحسبه الله حسبه من المؤمنين، مقرئ مؤمن، أحد مشايخي في القراءة مصري، قال لي يا ابني العلم هذا كان يعطوه لأضعف واحد. ليه؟ لأنه تبع تعبئة جدول، مشي اقرأ المنظومة ولا اقرأ الكتاب ومشي. هذا لفظ كلامي وهذا الواقع الذي أنا وجدته. لماذا لم يكونوا مبرزين فيه؟ لهذه العلة، إنه إيه؟ إنه فقط مقرر، وأنت تعرف مقرر يعني إيه؟ يعني مجبر عليه ومش بكيفك. ولذلك قد يأتي الشيخ مهلهل ضعيف فيكون الطلاب ضعفاء، ما هو مش قادر يعطيهم، مش قادر يرغبهم في العلم، لا يلمسون فيه ذاك الاهتمام وتلك الرغبة وذاك التفريع. يعني لما ما يلمس فيه هذا هو حيأخذ منه إيه؟ ما عنده حرارة يوصلها، بارد في العلم، صح ولا لا؟ إنما يؤخذ ممن له حرارة. والله في بعض الأحيان نحن نسمع لأي عالم في أي فن وهو متبحر فيه نستلذ، حتى لو مش تخصصنا. ليه؟ لأن حرارة تصل إلينا، الانفعال يصل. ليه؟ بتحس إنه بيديك غرائب فن، فبتتلذذ وأنت تسمع له حتى مش تخصصك، تتمنى يكون تخصصك. ليه؟ لأنك شفت هذا الرجل وسمعت له. هذا هو، المشايخ هم الذين يحيون العلوم وهم الذين يقتلون العلوم. ولذلك إياك أن تتصدر لما لا تتقن، أنت تقتل نفسك. لا تتصدر في تعليم شيء لا تتقنه، أنت تقتل نفسك، لأنه ربما يكون بعض الذين أمامك أعلم منك. إذا كان أعلم منك كيف سينظر لك؟ تتوقع باحتقار. ليه؟ لأنك أخذت مكان ما هو مكانك، أخذت مكان ما هو مكان، لا يليق بك أن تجلس هنا.
هذا فضيحة، فضيحة. أنت تتصدر وأنت ما ينفع، ما يتصدر إلا واحد منتهي. لماذا؟ يجب أن يكون عنده أكثر مما عند الذي أمامه. أما إن تساويا فيلا مشي، أما إذا قل الذي عنده وكثر الذي عند متلقيه مشي كيف؟ ما حتمشي نهائي، هذا عرجة. وهذا هو أن نحن نريد أن يقوم بتدريس المواد متخصصيها لحتى يحيوها، يعطيني من حرارته لما أستمع لخطابه، يحس أنه أقول والله هذا عنده حاجة أنا أسمعه. وهذا أكثر ما كان يجذبنا الآن. إنما يجذبنا من تدخل اليوتيوب ولا تدخل كذا، حيجذبك من؟ يجذبك المتبحر، الفنان، سميه فنان باعتبار القدرة على إلقاء المسائل وحصرها وبيان المختلف فيه بسلس بسلاسة، وتحس أنه فاهم، تحس أنه ماشي في المعلومة فتلتذ به. وليوجد في أمة المسلمين الكثير الكثير الكثير، لكن بعضهم معتزلين لا يعلمون. ونحن نحتاج من هؤلاء المعتزلين أن يعني اتقوا الله في هذه الأمة وانشروا علم الذي حملتموه. زكاة العلم تعليم. أنت أخذت الزكاة فيه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، واصل الشيخ. يقول الشيخ القاضي رحمه الله: ومعنى قوله ولا يثري ولا يكثر عدد الصورة بهذه المتروكات، وهذا توكيد لما أفاده الأمر بترك هذه الأشياء. ثم تمم بقية المتروك في هذه الصورة فأفاد أن جميع ما يأتي متروك للجميع، وذلك قوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: لهم شراب من حميم، وقوله: وعذاب أليم. شفيع في السورة وردت مرتين غير معدودة، ذكر موضع واحد ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع في الآية 70، باقي موضع مثله بالضبط. إيش هو؟ أيوة، ليس لهم، أحسنت. نعم، الموضع الثاني: ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع في الآية 51. فلو أن ننبه على الموضعين أفضل. هو اقتصر على التنبيه على موضع واصل، وكلاهما غير معدودين، كلا الموضعين غير معدودين. واصل. وقوله: عذاب أليم، الذي بعد شفيع وحميم. فقوله: يليهما قيد لبيان الواقع. وكذلك لا، في الحقيقة يليهما في قول الشاطبي شفيع حميم مع أليم، يليهما قيد لشفيع. لماذا؟ لأنه معاها إنما حميم لا يصح أن يكون قيدا له، لأنه ما تكرر أصلا. فهمت كيف؟ إنما يقيد المتكرر حتى يقال تكرر، إذن هذا معدود وبغيره غير معدود. فلما لم يتكرر لم يحتاج إلى قيد، ما هو موضع واحد. إذن الذي يحتاج أن نقيد نقول الذي يلي كذا كذا هو الموضع الذي نحتاج إلى تقييده إذا تكرر. واصل. وكذلك موسى وهارون، وأيضا فسوف تعلمون، الذي بعده من تكون له عاقبة الدار. وقيد تعلمون بالأخرى احترازا عن الأولى، وهي قول الله تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، فهي معدودة إجماعا. وقوله: فخذ إصري. نعم، وقيد تعلمون بالأخرى احترازا عن الأولى، وهي لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذه في الآية كم؟ 67. نعم، وقيدها أيضا عن الموضع الآخر أيضا، وهو قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا تقييد لموضعين، مش تقييد لأيضا ذلك الموضع فقط. واصل. وقوله: فخذ إصري، أي عهدي هذا وفاء بما وعد به في الخطبة، من أنه سيذكر ما يشبه الفاصلة في كل صورة في قوله، وسوف يوافي بين الأعداد عدها، أي فخذ ما التزمته وأخذت على نفسي بيانه. تتمة. يشارك الحمصي الدمشقي في كل ما يعده وما يتركه في هذه الصورة، والله أعلم. نعم، من كتبه قطعا لا يأتي بالتفكير، لا بد تعود إلى الكتب التي أفردت الحمصي.
ما اختلف عن الدمشقي. طيب يعني خلوني أجيبه ب ب يعني الدمشقي هو تبع مين؟ تبع البصري؟ آه ممتاز. إذن الحمصي والدمشقي هما الشامي صح ولا لا؟ شوف كل ما يعبر به في كتب العدد عن الشامي فهو الدمشقي ولا يلزم دخول الحمصي، فإن وافق الدمشقي الحمد لله وإن خالفه فتصير الشامي فقط للمقصود به الدمشقي والحمصي مختلف. هنا إذا قيل شامي يعني دمشقي والحمصي، لماذا؟ لأنهم لم يختلفوا في مفاصل السور. هذا نفهمه من قول الناظم أصلا لم يلتزم بذكر الحمصي، فما تستطيع تأخذه، لا تستطيع تأخذه من كلامه. ليه؟ لأنه لم يلتزم بذكر الحمصي. ليش لم يلتزم بذكر الحمصي؟ لأن أصله الكتاب الذي بني عليه منظومته لم يفرع الحمصي اللي هو الداني، البيان للإمام الداني، ما ذكر الحمصي. ذكر الحمصي في أول الكتاب في المواضع التي انفرد بعدها الحمصي ذكرها، والمواضع التي انفرد بتركها الحمصي ذكرها، وبعدين ما دخلوا في الفرش. ليش؟ هو بين وعلل وقال، قال يعني معنى كلامه إنما لم أدخله في الفرش لدثور هذا العلم وعدم من يتولاه من مشايخي. هذا معنى العبارة وقريب من لفظها. سببين: العلم دثر يعني ضاع، ما وجدت أحد من مشايخنا عنده كذا فتركته. إذن هو مش اختيار منه، مش رغبة في أنه يترك، لا بس ما وجد يجيبه من فين. هو فقط عرف المتفق عليه عرف المتفرد به الحمصي عدا وتركا فقط فذكره، غير كذا ما ذكره، لأنه مشايخ الذين أخذ عنهم علم العدد لم يفرعوه له، وهذا حجة من ذكره. طيب الجعبري بعده 732 وذكر، أيوة لأنه الجعبري صحيح أن من أصوله التي عاد إليها كتاب البيان وذكره، لكن أيضا له كتب أخرى لأنه ذكر التفريع الحمصي والدمشقي، بل ذكره في منظومته عقد الدرر وذكره في كتابه حسن المدد، ذكره قبله العماني أبي سعيد صاحب الكتاب الأوسط في القراءات وطبع قديم باسم القراءات الثمان. وأنا أقول العماني ليس نسبة إلى عمان البلدة التي بجنب اليمن، لا أنا أقصد عمان قرية بجنوب البصرة. نعم أنا أقصد حينما أقول العماني أنها قرية جنوب البصرة، ولذلك أرجع إلى الأنساب للسمعاني تجد أنه يبين أن في جنوب البصرة قرية اسمها عمان ينتسب إليها بالعماني، وهذا الرجل كان بصري صاحب الكتاب الأوسط في القراءات بامتياز، كان بصري، معظم مشايخ المذكورين بصريين، بل لما جاء في علم العدد كان يميز العدد البصري بأشياء ما يذكرها في غيره، مثلا عواشر القرآن، ما ذكر عواشر القرآن إلا للبصري. تتوقع عليه لو كان بصري، لو كان عماني من التي بجانب اليمن ما عندهم عدد، لو كان عماني كما يقول البعض عمان الأردن ما عندهم عدد، حتتميز بالبصري ليه؟ وبعدين هو لما ذكر أسانيده في القراءة ما ذكر أسانيد للحرمين ولا لليمن ولا لعمان ولا لعمان ولا لفلسطين ولا لسوريا ولا للشام، العراق إلا هو فقط التي ذكر أسانيد البصرة، فهو بصري، هو قرية البصري العماني يعني من البصرة. الحاصل العماني ذكر تفريعات الشامي، ممن ذكره أيضا الهذلي في كتاب الخمسين قراءة الخمسين، تمام، ذكر أيضا تفريعات الدمشقي والحمصي. ابن الجوزي في فنون الأفنان كان يذكر في إجمالي آيات السورة في بعض الأحيان تفردات الحمصي، لما يجي في الفرش ما يضبط المسائل، تحس إنها عائمة، ينبه في موضع وموضع يتركه، والمواضع التي ينبه عليها للفرق بين الحمصي والدمشقي قليلة جدا، ولذلك يعني إن قلت أنه يعتمد التفريق يعني يعتمد بقلة صح، وإن قلت يعتمد بمعنى أنه مثل الكتب الباقية فليس كذلك، لم، ولذلك موجود عندنا التفريع وروي عن الأئمة رضوان الله عليهم وأخذ به واشتهر. قضية أخرى، هل هذه هي الأعداد التي كان علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقط، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه عدا أكثر من هذا العد في الستة
الأئمة. الصحيح أنه علمهم أكثر من ذلك بكثير، لكن هذا الذي ضبط في الأمصار وحفظ مثل القراءات. أنت مستوعب للقراءات؟ هل تعتقد أن كل ما وصلنا هو كل الذي قرأ به النبي، وأن لم يصلنا أي شيء لم يقرأ به النبي؟ كيف الكلام هذا؟ قد فاتنا شيء مما قرأ به النبي ولم يروى إلينا. ذكرت لكم في الدرس السابق والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، كذا في صحيح البخاري، هذا ما وصل إلينا. ولا أنتم تقرؤوه؟ أنتم تقرؤوه؟ لكم أسانيد فيه؟ ما فيش، لم يصل، لم يصل. ففي من القراءات مما لم يصل. طيب كيف تركوا؟ تركوا لأن عثمان جمع الأمة في اختلاف حذيفة لما كادوا يقتتلوا ويكفر بعضهم بعض، فجمعهم على هذا الحرف واختلف فيه. قلنا الراجح أنه حرف زيد، أنه حرف زيد، فجمعهم عليه ورأى أن هذا أبعد إلى الخلاف. زمان أبيحت القراءات السبع ولم يلزم. هل ألزم النبي الجميع بالقراءة؟ لا، كان يقرأ هذا بقراءة ويقرأ هذا بحرف ويقرأ هذا بحرف ويقرأ. فكان صلى الله عليه وسلم يقول هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، ويتركه. لما جاء بعد كذا وحدث الاختلاف وبدأ الناس يشد بعضهم بعض في هذه المسائل، يعني ورد أيضا عند الـ عند الـ عند البعض الأئمة أنه المعلمون في حواشي المدينة وحول المدينة رفعوا إلى عثمان وهم قد تضاربوا مع الصبيان الكتاتيب بهذا العدد أو في الرسم أو في القراءة. فقال إذا كنت أنتم عندي تعملوا كذا، أمال اللي يبعدوا من الأمصار حيعملوا إيه؟ حيكونوا مثلكم. فلما جاء حذيفة كلموا عن الأمر أن يجمع الناس، رأى أن هذا واقع فخطب في المسلمين فقالوا نعم، نعم ما رأيت، فجمعهم على هذا الحرف، وكان من توفيق الله، هذا من حفظ الله للقرآن. فجمعهم على حرف واحد وأمر في الأمصار بترك ما عدا ما أرسل إليه، اتركوا. فهم الصحابة أن التوسعة في تلك القراءات كانت لسبب، وأن التوسعة هذه لما انقلبت الآن إلى شيء يعني يجعل من الأمر مشقة تركت. لماذا؟ لأنها ليست فرضا لازما، فرض لازم أن تقرأ القرآن بأي ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فحصرهم على هذا فأخذوه وعملوا به، وترك كلهم ما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا بهذه الأحرف، ابن مسعود وغير ابن مسعود كلهم تركوا. حيجي واحد يقول ابن مسعود مروي عنه في كتاب المصاحف أنه قام خطب في الناس وقال إني غال مصحفي، غال مصحفي، فغلوا مصاحفكم ثم قرأ، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كان زعلان، يعني ليش أنا ما أختار، يعني ليش مثلاً ليش ما أختار بدل زيد؟ زيد لأن زيد أنت تعرف من جيل أولاده أو أحفاده. عبد الله بن مسعود هذا من المتقدمين في الإسلام، سادس ستة أسلموا، متقدم جداً. زيد بن ثابت ولد في الإسلام صغير، فهو يعني بيقول ليش يجمع؟ أنتوا تعرفوا أن أبو بكر لما اختاره هل أنكر عليه أحد؟ لم ينكر أحد على أبي بكر، لأنه علل قال إنك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكبر الوحي. أربعة مؤهلات تؤهل هذا الرجل. ابن مسعود ما قال شيء، لكن في زمن عثمان هو تكلم وقال لا، لأنه الآن فرض علينا نتبع الحرف زيد. ثم جلس معه بعض الصحابة وتكلموا معه فرجع، رأى أن اجتماع الأمة أولى من أن يقرأ بالحرف الذي انفرد به مع قول النبي اقرأوا على قراءة. والدليل أنه رجع الروايات التي تعود لابن مسعود من السبع والعشر. أليس عندكم أسانيد إلى ابن مسعود؟ بلى. فمن أين أتت؟ لأنه رجع ما كان يقرأ به الموجود في كتب التفاسير وكتب معاني القرآن وغيرها، رجع إلى الحرف الذي أقره عثمان رحمة وشفقة لهذه الأمة. واصل والله خرجنا من القول بشدة، آسف. وإليكم أنت بتتكلم عن سورة إيش؟ سورة الأنعام. سورة الأنعام. جميل، جميل، واصل. هل نأخذ ذلك بأن الشامي والبصري 114؟ أيوة. وما قبل أخرى الذكر. آخر عدد مذكور للصدر اللي هو زكاة، صح ولا لا؟ وقال والصدر زكاة. الصدر هم الحجازيون. الحجازيون عدوها 167 آية.
طيب قاعدة وما قبل أخرى الذكر للباقين للغير الكوفي وغير الحجازيين كم يعدوها؟ 166 لأن اللي قبل 67 66 ما الكوفي ما حيدخلش معاهم إنما يعدها 166 غير الكوفي وغير الحجازيون وهم البصري والشامي فقط ليه؟ لأنه مذكورين المذكور ما تجيبوش مرة ثانية خلاص ما هو مذكور هو ذكر الكوفي وقال الكوفي كم سنة هدي قصده 165 تمام يخرج أيوة لا يوجد لا يوجد أحد 164 وبعدين قال إن الحجازيون عدوها زكا وصدر زكا 167 وسكت وهو قال لنا في أول المنظومة خذ بقية العلماء العدد اللي أنا ما ذكرتهم بالرقم الذي قبل الرقم الأخير اللي قبل الرقم الأخير 166 إذن بقية علماء العدد الذين لم يذكرهم وهم البصري والشامي 166 آية وضحت شيخ حفظك الله 166 كيف لم يذكرها بلى ذكرها أفهمه خليني مع دعوني وإياه فدعني وإياه وطرفي وذابلي نكون واحدا يلقى الردى وانظرا فعلي هذا المتنبي شوف يا أخي أنت تقول ما ذكر البصر ذكرهم ليه لأنه قال والنور فاعدد عن الصدر يعني إيه لا خليني أشرح له لو سمحت لما قال والنور فاعدد عن الصدر إحنا قلنا الصدر هم من والمكي طيب إذن النور لم يعدها غيرهم يعني هي غير معدودة لمن للعراقي اللي هو البصري والكوفي وغير معدودة للشامي فذكر الشامي بس ذكر بالمتروك الذي خلاص ما هو ذكر المعدود انت خذ غيره هو كل ما ذكره لعاد معين عكسه لغيره ولما قال وكيل لكوفي يعني كلمة وكيل عدها الكوفي يبقى جميع العادين الحجازي والبصري والشامي لم يعدوا وكيل فيكون مستقيم تركها الكوفي إذن هي معدودة لغير الكوفي اللي هم مين؟ اللي هم المدني الأول والمدني الثاني والمكي والبصري والشامي فهو يذكرهم هو في الحقيقة يعني صعب جدا حتى في النثر يا إخوة حتى في كتب العدل في النثر ما يفصل هذا التفصيل يعني مثلا إيش يقول؟ يقول مثلا وكيل عدها الكوفي ما أنت بتفهم إن غير الكوفي لم يعدها لازم تأخذ كذا مش حيقول لك وغيره لم يعدها ما يعني تطويلها أها نعم فأنت بتأخذ على طول العكس إذا ذكر أن فلان يعد إذا الثاني لا يعد ذكر أن فلان لا يعد إذا الثاني يعد أحسنت نأخذها من الشاطبية وما كان ذا ضد فإني بضده غني عن ذكره فزاحم بالذكاء أنت حتبقى إيه يعني لا يفضل الناس إلا بهذا نعم جزاك الله خيرا واصل يا شيخ الله يبارك فيك سورة الأعراف لا بأس يا إخوتي أن يخفى على الإنسان أمر فيسأل عنه أولى من أن يخفى عنه فيسكت لأن من يسكت جهل نفسه وجهل غيره ليه؟ لأنه حيقول والله ما فهمنا تمام ما هو فاهم جهل غيره جهل نفسه لأنه حيقول هذه كلمة ما فهمتها ويترك لا يا أخي ناقش حتى لو كانت واضعة عند غيرك لأنه في بعض الأحيان يا إخوتي يصدأ الذهن كيف؟ مع كثرة التركيز في بعض الأحيان تحس بأنه خلاص تشبعت مش قادر فهمت كيف؟ فأيوة يقفل يجي تحس أنه مش يعني خلاص ما عاد ولذلك أغلق وانتقل إلى فن آخر لأنه خلاص كذا أنت سترمي في غير فائدة فلذلك اسأل حتى لو كان واضح عند غيرك وعند الجميع وعندك غير واضح اسأل لما سئل ابن عباس يعني كيف حصلت هذا العلم إيش قال؟ بقلب عقول يعني حافظ ولسان سؤول يسأل ويحفظ هذا العلم حيجمع فعلا ما يقول والله هذا الناس كلهم يعرفوها أنا ما أعرفها لا خلاص بلاش أحرج لا يا أخي إحنا ما أتينا هنا نتعلم كلنا أنا وإياكم أستفيد وتستفيدون وهذا هو مجالس العلم فما فهمت شيء أبدا راجع فيه ورادد قل ما استطعت أفهم أعد مرة أخرى هذا نحن موجودون من أجل هذا عمل كل واحد قال والله خلاص بعدين أنا أسأل عنها واحد من زملائي ليه؟ اسأل هذا إحنا موجودين نعم يا شيخ
أي والله ضاع. أحسنت، جزاك الله خير. قال قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والأعراف عن كوف وصدر وفي رضا تعودون للكوفي له الدين للبصري وشام، وقل ضعفا من النار عده، وثالث إسرائيل صدر وعى صدري. طيب خلينا مع البيتين. قال الأعراف على أساس يدلك أنه دخل سورة الأعراف، فهو إما أن يذكر السورة أو يقول وتلو، يعني والتي تتلو السابقة، إذا البيت ما يساعد حيجي عندنا بعض السور أسماءها ما تساعد في النظم فيتصرف فيها. هنا قال والأعراف، قال عن كوف، يعني عدها الكوفي صدر وصدر، ها الكوفي والصدر اللي هم الحجازيون. قال وفارضة، الواو بكم؟ هو ستة، لأن لها خمسة بس ستة. رضا من قرى 200 206، إذا الحجازيون اللي هو المدن الأول، المدن الثاني مكي، والكوفي عدوها 206. وبعدين دخل في الفرش، إيش معنى هذا؟ وما قبل أخرى الذكر، يعني الباقي العلماء العدد 205 اللي هم مين؟ البصري والشامي. إذا البصري والشامي 205 لأنه ما ذكره. ثم دخل في الفرش فذكر أن تعودون عدها الكوفي لوحده له الدين، عدها البصري وحده، شام عد ضعفا من النار، ثالث إسرائيل عدها الحجازيون. هذا ملخص ما يذكر في هذه في هذين البيتين. واصل. اللغة: وعى أي حفظ من الوعي بمعنى الحفظ. المعنى: أفاد أن عدد آي هذه السورة للكوفي والمرموز لهم صدرهم صدر وهم الحجازيون 206، كما دل على ذلك الواو والراء من وفي رضا. وفى، وفى رضا. ليه وفى؟ لأنك لو قلت وفي حتصير زائدة الواو لأنه عاطفة. وفي لا خطأ، ما يصلح تكون منقوطة، هي من صلب الكلمة، لأنه الواو لا تكون رمز إلا إذا كانت من أصل الكلمة، فلازم تقول وفى. وفى الواو أصلية فالواو تؤخذ بها، إنما لما حتجيب حرف عطف هذا للفصل. نفس قيود، معظم قيود الشاطبي موجودة لأن هي له، فنفس القيود. وفى. والأعراف عن كوف وصدر وفى رضا. واصل. فيكون عددها للبصري والشامي. ممكن، أحسنت. شيخ أحمد يقول تحتمل أن تكون أيضا وفي باعتبار وفي فخففت من أجل النظم، ما وفي وفى سواء، فليش تأخذ اللي تحتاج إلى يعني ترك منها وتترك الكاملة؟ خذ وفاء الكاملة أحسن من وفي اللي تحتاج فيها إلى أن تترك شيء. الوزن، أحسنت، الوزن، الوزن على وفاء. وفي تأتي بمعنى وفي، ها تصير إيه؟ ليه يا شيخ؟ لا لا لا، الحرف الأول فقط من الكلمة هو الذي يؤخذ بحساب الجمل. الواو؟ آه نعم، لو قلنا وفي سيقول سيدخل الفاء، الفاء بكم؟ سع فاء 80 لأن الصاد 90. نعم، لو قلنا بالواو على أساس أنها عاطفة فحصير الواو بكذا والفاء بكذا والكذا، ما حد عدها بهذا، فتصير وفاء أو وفي بمعنى التخفيف الذي اخترته ضبطا، وفاء. نعم، واصل. فيكون عددها للبصري والشامي 205 عملا بالقاعدة السابقة. القاعدة السابقة إيش هي؟ وما قبل أخرى الذكر أو بعده، لأنه حيجي سور يأخذ اللي بعد. أحسنت، واصل. وفي قوله وفى رضا إشارة إلى أن عددها لهؤلاء المذكورين أزيد منه بالنسبة لغيرهم، ثم بيّن أن قوله تعالى كما بدأكم تعودون يعده الكوفي ويتركه غيره، وأن قوله تعالى فآتهم عذابا ضعفا من النار، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل يعدها الصدر، المدنيان والمكي ويتركهما الباقون. وقيد إسرائيل بكونه ثالث المواضع لأن الموضعين الأول والثاني متفق على عدهما. وانظر إلى هذا الموضع وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، انظر شدة التعلق ومع ذلك معدودة، وهذا يدلك على أن العد لا يخضع لمسألة تمام الجملة أو عدم تمام الجملة،
هذا توقيف، يقال لك وقف هنا توقف وانتهى الموضوع، متعلق ما متعلق هذا شيء آخر، لأنه أمرت بأن تفعل كذا سمعا وطاعة، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ما فيش، أنت بتسلم مع شدة التعلق. هذه من أحد الأمثلة اللي شديدة التعلق ومع ذلك اختلف العلماء، مثل تتفكرون في سورة البقرة. واصل الأول قول الله تعالى فأرسل معي بني إسرائيل، والثاني ولنرسلن معك بني إسرائيل، لأنه قال الثالث، فالأول والثاني ما لهم دخل، نحن نتكلم عن الثالث. واصل وقوله وعى صدري إشارة إلى ثبوت ما ذكره من المواضع، وجه من عدى تعودون المشاكلة، وتمام الكلام عنده على تقدير أن يكون فريقا منصوبا بما بعده. لحظة، إيش هو؟ هو قال إن هذا الثالث، فاهم، لكنه سيخرج عن حسابنا لأنه حدد الموضع. أحسنت، إنما حدده بالثالث لأنه في قبله وفي بعده أيضا، قد يكون وقد لا يكون بعده، لكن هو لم يحتج وقال هو الثالث، انتبه معه. نعم. ووجه من لم يعده تعلقه بما بعده، من لم يعده تعلقه بما بعده على تقدير كون الجملة بعده حالا من الواو، وقصر الآية عند من يعد له الدين، ووجه من عد له الدين تمام الكلام عنده، ووجه من لم يعد فقده الموازنة لما قبله وما بعده، ووجه من عد ضعفا من النار المشاكلة والإجماع على عد مثله في القرآن، ووجه من لم يعده قصر ما بعده لو عد. أحسنت. ووجه عد إسرائيل الإجماع على عد المواضع الأولى والأول والثاني من السورة، ووجه تركه شدة اتصال ما بعده به. قال الإمام الشاطبي ودع بغرور حاشرين فعده، ومع ساجدين العالمين لدى السحر، تراني السنين يسبتون ويتقون في النار، دع والصالحون لدى غفر. اللغة: الغفر مصدر غفر كالغفران. المعنى: أمر المصنف بترك عد ما يأتي لجميع العلماء، قال في قوله تعالى فدلاهما بغرور، وقوله تراني حيث وقع في السورة، وقوله طبعا هو يعني قال بغرور وما قال حاشرين. ليه؟ لأن حاشرين معدود، هو يريد الآن يستخلص الذي غير معدود، ولذلك قال بغرور ثم انتقل إلى أول كلمة في البيت الثاني، لأنه قال وفي النار دع، فيأتي لك أولا غير معدود، فقال بغرور غير معدود وتراني وكذا وكذا، لأن حاشرين معدود، فهو يريد أولا يأتي بغير المعدودة ثم ينتقل إلى المعدودة. واصل. لأن واحد قد يقول ها هو أسقط المواضع هذه، لا هو ما أسقطها، بس انتظر عليه، أصبر عليه. نعم. نعم. سيأتي أولا بالمتروك ثم سيأتي بالمعدود، ولذلك انتقل إلى كلمة تراني. نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وقوله ويوم لا يسبتون، وقوله وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وقوله من الجن والإنس في النار، وقوله منهم الصالحون، الواقع بعد قوله تعالى وإنه لغفور رحيم. وهذا معنى لدى غفري. غفري. لدى غفري. ثم وسط بين ذكر المتروك اتفاقا وذكره لأنه يتوهم فيه خروجه من الفواصل نظرا لقصره عن معظم فواصل السورة، وهو وأرسل في المدائن حاشرين، وقوله وألقي السحرة ساجدين، وقوله قالوا آمنا برب العالمين، وقوله لدى السحر. وأرسل في المدائن حاشرين، وقوله لدى السحر معناه أن المراد بهذه الفاصلة هي المذكورة في الآية التي ذكر فيها حال السحرة والله أعلم. نعم، لأن العالمين وردت في السورة في أكثر من موضع، فهو قال لدى السحر، يعني لدى قصة السحر التي وقعت لموسى، لأنه الآية قصيرة واللي بعدها أقصر منها،
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقد يتوهم إنسان إنه كلها آية واحدة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فتقول. ولذلك نبهك إلى أن هذا يحتاج إلى تنبيه، أما بقية المواضع لا تحتاج إلى تنبيه لأنها معدودة باتفاق. واصل. تتمة لا خلاف بين الدمشقي والحمصي في آيات هذه السورة عدا وتركا، والله تعالى أعلم. نعم أحسنت. الأنفال سنتركها مسألة أنكم لا يعني ترغبون في أن يكون الأسبوع الآتي باعتبار أن بعض المشايخ ليس موجودا فترغبون بذلك، لا مانع عندي، لكن هو المشكلة عندنا يا إخوتي ضيق الوقت يعني.